في المحاضرة الرابعة هنتكلم عن Selection Statements في لغة جافا. المعروف إنه تنفيذ البرامج في أي لغة برمجة يكون Sequential. Sequential يعني متسلسل، يعني لو كان عندي 10 أوامر هنفذ الأمر الأول، خلصه، بعده الثاني، بعده الثالث، بعده الرابع، بعده الخامس، لحد 10 ورا بعض Sequentially، ما لم أغير أنا في هذا التسلسل. طيب أحيانا أنا بكون عندي بعض الأوامر فيها قرار، يعني decision making statements، يعني بجي في مفترق طرق، أعمل الحاجة دي ولا أعمل دي، إذا حصل كده بعمل كده، وإذا حصل كده بعمل حاجة تانية، ده بسموه decision، يعني لازم اتخذ قرار. عندي two statements أو عدد من الستيتمنتس وعدد من الستيتمنتس الثانية، يا إما أنفذ ديل أو ديل اعتمادا على تحقيق شرط معين. فده في لغة البرمجة عامة غير الجافا استخدم الإف ستيتمنت، موجودة في جافا، موجودة في فيجوال بيزك، موجودة في سي شارب، في كل اللغات الإف موجودة، بس بيختلف السينتاكس أو الصيغة اختلاف بسيط بين لغات البرمجة. في جافا عندنا يا إما استخدم if then أو if then else في الديزيشن، يعني لو قدر اتخذ قرار. فا if معناه إذا في شرط معين تحقق then أعمل الحاجة الفلانية، إذا لم يتحقق الشرط أنفذ الحاجة اللي بعد ال else. يعني if then else معناه عندي حاجتين دير أعملهم، ال if بيكون فيها شرط، إذا تحقق بعمل الحاجة اللي تبع then، وإذا ما تحقق الشرط بعمل الحاجة اللي تبع else. ده في الـ if then else. أما إذا استخدمت if then ما في else معناه أنا عندي شرط، إذا تحقق بعمل حاجة معينة، ما تحقق بخلي الحاجة دي وامشي للستيتمنت اللي بعد الـ if then. هنشوف بالتفصيل الآن الـ if then else syntax حقها بيكون if وعندي boolean expression، تعبير منطقي، النتيجة بتاعته بتكون يا true أو false، وبعدها عندي الذين بلوك، الحاجة اللي إذا تحقق الشرط ده هيتنفذ الحاجة اللي بعد، يعني عندي هنا عندي ده اكسبريشن، تعبير اكسبريشن، تعبير ريادي، النتيجة بتاعته بتكون يا ترو أو فولس، يا ترو أو فولس. إذا كان النتيجة true بنفذ الجزء ده اللي هو هنا اللي تحت ال if بسميه then block، وإذا كان الكونديشن ده false بنفذ الحاجة اللي بعد ال else. طبعا بيكون عندي أوامر قبل ال if وأوامر بعد ال if، فلما يدخل في ال if دي بيكون عندي يا إما أنفذ ده أو أنفذ ده، ما الاثنين مع بعض، true بنفذ الأول، false بنفذ الثاني، وبعدها بواصل في الأوامر اللي بعد الـ if then else. ناخذ مثال للنوع ده الـ if then else، مثال عملي. عندي هنا مثلا المستخدم بيدخل بعمل سكانر، المستخدم بيدخل integer بين next int، بديني score، بتتخزن في المتغير الاسم test score، يعني دي الدرجة بتاعت الطالب، بندخلها هنا. طيب بعد ما ندخلها بنجي نعمل اللي هنا احنا قلنا في السينتاكس عندنا بوليان اكسبريشن. هيكون الاكسبريشن حق البوليان اكسبريشن انه هل تيست سكور اقل من 70، النتيجة هنا بتكون يا اما ترو، اذا كان القيمة اللي ادخلناها اقل من 70 هتكون النتيجة ترو وبالتالي هيتنفذ الامر ده، واذا كانت النتيجة فوس معناها التيست سكور اكبر من 70 هيتنفذ الامر ده. فإذا كانت النتيجة أقل من 70 فتطلع الرسالة you did not pass، لم تنجح، وإذا كانت else معناها أكبر من 70 نقول له you did pass، لقد نجحت. دي طريقة تنفيذ الليف، ولو في أوامر بعد الليف هتتنفذ طوالي هنا كده. يبقى هنا الإكسبريشن ده في الإيف إذا كان تحقق true، زي ما قلنا ده في decision مفترق طرق، يا إما أمشي بالطريق ده أو أمشي بالطريق ده. طيب امشي بالطريق ده اذا كان الاكسبريشن ترو، واجي واصل في الستيتمنت اللي بعد اف، واذا كانت فولس بنفذ الجزء ده واجي واصل بعد الاف.
اللي هي هنا ده الجزء ده بنقول بوليان اكسبريشن، بيكون نتيجته ترو او فولس. والذين بلوك اللي هو الامر ده ممكن يكون اكثر من امر، والالس بلوك اللي هو الامر ده برضه ممكن يكون. لو انا عايز اعمل اكثر من امر بعمل البراكت كده واكتب الاوامر حقتي كلها قبل الالس، اقفل البراكت كده، دي الاوامر دي كلها هتتنفذ اذا كان الامر ترو، اذا كان البوليان اكسبريشن ترو. وبرضه لو هنا بعد الالس عايز انفذ اكثر من امر بعمل البراكت ده بتاع البلوك واكتب كل الستيتمنتس وانهيها ببلوك. فدي معناها اذا كان فولس نفذ الاوامر المحصوره بين التو بلوكس دي. والاكسبريشن ممكن تكون بصور مختلفه، ممكن مثلا هنا تيست اقل من 80 او تيست سكور في 2 اكبر من 800 او 350 او مثلا 30 less than W على كده. كل هذه تعابير ممكن تنفذ، المهم في النتيجة بتكون يا true أو false. فعندي مثلا هنا دي ده مثلا أقل من، وده أقل من أو يساوي، وده علامة المقارنة. يعني طبعا في الإف ننتبه إنه نحن قلنا في الأسايمنت في المحاضرة السابقة إنه الإيكوال الواحدة لو قلت X equal 5 دي اسمها assignment، معناها ضع 5 في ال X. لكن لو قلت X double equal ومعاه equal تانية 5، ده مقارنة. يعني هل القيمة اللي داخل X بتساوي 5 ولا لا، والنتيجة بتعدي بتكون يا true أو false. أما النتيجة بتعدي أصلا بتدخل القيمة الخمسة داخل إكس إسناد، يبقى دي نسميها المقارنة، بتكون النتيجة بتاعتها ترو فولس إيكوال تو كده إيكوال تو. هنا علامة التعجب مع إيكوال نوت إيكوال، إذا كان القيمة هنا لا تساوي القيمة هنا بتكون النتيجة ترو، ودي أكبر من جريتر زان، ودي جريتر زان أور إيكوال. كل دول ممكن نستخدمهم في البوليان إكسبريشن. فيبقى ننتبه إنه دائما إذا أنا قلت if x equal 5 النتيجة هنا ما حتكون true or false، وإنما x حتكون جواها 5. أما إذا قلت x double equal 5 النتيجة بتكون إذا كان x تساوي 5 بتكون النتيجة true، وإذا كان x جواها ما في 5 النتيجة بتكون false. فدي ننتبه. وممكن أنا أجيب لك مثلا مثال الأوتبوت ما هو المخرج، تكون فيه تريك زي دي كده ان اديك اكس ايكوال 5 وما تكون دبل ايكوال، فممكن النتيجه تختلف تماما عن دبل ايكوال. فمعظم الناس بيعملوا اخطاء في الحته دي، ننتبه انه دايما داخل الاف بتكون دبل ايكوال ما ايكوال واحده. زي ما ذكرنا ممكن يكون عندي ملتيبل لاين في الاف ذن ايلس. اذا كان عندي ملتيبل لاين زي ما قبل ذكرتها يكون عندي براكت دي بداية البلوك ودي نهاية البلوك، معناها كل الستيتمنتس داخل البلوك دي إذا كان النتيجة دي ترو هيتنفذ تو ستيتمنتس أو أكثر الموجودة محصورة بين البراكت دي، وإذا كان النتيجة فولس هيتحققوا تو ستيتمنتس بين البراكت. طيب لو ما عملت براكت، مثلا لو كان هنا ما في البراكت ده وما في البراكت ده، لو كان النتيجة فولس هيتنفذ بس ستيتمنت واحدة اللي بعد الالس. الستيتمنت الثاني دي اعتبرها تبع البرنامج ما تبع الاف ذن الس، لذلك ضروري اذا كان عندك اكثر من ستيتمنت تعمل بلوك بيبدا براكت زي ده وينتهي براكت زي ده، اي حاجه محصوره تنفذ بيناتهم ده بنسميه المالتيبل لاينز او البلوك او كومباوند ستيتمنت. الاف ذن ما فيها الس، والساينتاكس حقها بسيط ابسط من الاف زين. هنا عندي بوليان اكسبريشن النتيجه بتاعته ترو اور فولس، اذا كانت ترو هنفذ البلوك بتاع الذن، فولس حاجي انفذ اللي بعده. يعني لو كان عندي ستيتمنت هنا الستيتمنت دي اذا كان النتيجه تروح هتنفذ الزين وبعدين الستيتمنت دي، اذا كان النتيجه فولس ما حتتنفذ الزين، هنجي للستيتمنت اللي بعد الزين نبدأ ننفذ فيها. مثال زي هنا إذا كان التست سكور أكبر أو تساوي 95 هنطبع شنو؟ you are an honor student.
وينفذ اللي بعده. إذا طيب إذا كان ما أكبر أو يساوي 95، لو كان درجته 90 ما حتطلع النتيجة دي، بس حنفذ اللي بعده. دي الـ if then اللي هي شكلها، لو دي رسم لها رسم الـ if then عندي بجي لـ statement expression تعبير. إذا كان النتيجة true بمشي أنفذ حاجة، وأجي أواصل في الأمر false بواصل في الأمر الطوالي اللي بعد الـ if. ايضا ممكن يكون عندي الاف نستد، النستد اف دي حنتكلم فيها الان.